بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة النهاردة عندنا أخبار كتيرة جدا هنتكلم عنها، وعندي كذا موضوع عايز أتكلم فيه مع حضراتكم، ولكن نبدأ بما حدث في مقر النادي الأهلي في مدينة نصر. ليه دايما احنا بنتكلم عن حاجات البعض أو بعض من لا يشجع النادي الأهلي دائما بيعتبرها أنها حاجات بسيطة، دايما بيحاولوا يدخلونا في قصة ان انتوا بتحاولوا تبرزوا كل حاجة بشكل او باخر. اولا ده دورنا ان احنا نبرز كل ما يحدث داخل النادي الاهلي بشكل او باخر بشكل رائع، ده اولا. ثانيا، اي حاجة بتتعمل جوه النادي الاهلي بتتعمل لان هناك خطة موضوعة من 4 سنين، بنشاهد تنفيذ الخطة دي خلال ال4 سنين لغاية لما بنوصل للنتيجة. ففي عائلة الأهلي أو في برنامج عائلة الأهلي منذ انتخاب مجلس الإدارة الحالي تم وضع موضوع جراج مقر النادي في مدينة نصر من الأولويات اللي هتتعمل خلال ال4 سنوات اللي هيبقى فيهم مجلس الإدارة الحالي. فبالتالي لازم نبقى شايفين الموضوع من أوله لآخره، حصل ايه خلال ال4 سنوات اللي فاتوا لغايه لما وصلنا للنتيجه اللي حضراتكم شفتوها النهارده طوال النهار على شاشه قناه النادي الاهلي من الساعه 5 لغايه دلوقتي. وليه احنا مبسوطين وليه احنا فرحانين؟ لانه مؤسسه النادي الاهلي بتشارك في انجاز او انشاء حاجه كبيره جدا وحاجه جميله جدا في اطار التطوير الكبير اللي بيحصل في الناحيه الانشائيه داخل مصر، داخل مصر كلها. الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما كان بيوصلنا لهذا الامر، ان احنا نشوف العاصمه الاداريه الجديده، نشوف العلمين الجديده، نشوف اللي بيحصل في البلد كلها من اولها لاخرها. مشاركه النادي الاهلي او مؤسسه النادي الاهلي في هذا الموضوع حتى لو كانت في اعين البعض هي حاجه بسيطه، ولكن ان حضرتك تعمل جراج بيتسع حتى الان حتى هذه اللحظه ل1000 عربيه داخل النادي، اعتقد ان ده يعني انا قعدت ادور النهارده انا وفريق الاعداد طول النهار عشان نشوف هل في نادي عنده الامكانيات دي او عنده مثل هذا الجراج، ما لقيتش الحقيقه. خصوصا ان الكلام ان الفتره اللي جايه كمان، وبناء على الكلمه اللي هنسمعها بعد قليل لكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، هو بيتكلم على ان ان شاء الله المراحل القادمه او الايام القادمه هنعمل مراحل جديده لهذا الجراج. طيب يعني ايه جراج داخل نادي يتسع ل1000 عربية كمرحلة أولى لغاية لما نشوف المراحل اللي جاية هيحصل فيها ايه؟ يعني سيولة مرورية في هذه المنطقة، المنطقة دي تحديدا كانت منطقة من زمان جدا اللي عارف النادي الأهلي أو اللي عارف مقر النادي الأهلي في مدينة نصر كان في منطقة بعيدة جدا عن العمران. النادي الأهلي لما بيروح في حتة العمران بيبقى حواليه كتير جدا. فاللي حصل ان كان هناك ازمه بتحصل في لاعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي وكل السكان هذه المنطقه بعد ما النادي الاهلي راح هناك. فوجود الجراج جوه النادي الحقيقه يعني بيعمل سيوله مروريه كبيره جدا جدا في اطار الخطه الموضوعه من الاداره المصريه. ان حضراتكم شفتوا مدينه نصر عامله ازاي، حضراتكم شفتوا مصر الجديده عامله ازاي، حضراتكم شفتوا كل الكباري وكل الانشاءات اللي موجوده في مصر كلها، في كل حته، كل ما تمشي في حته بتلاقي حاجه جديده وحاجه جميله وبتوصلك اسرع وبتوصلك امن. فبالتالي بيشارك النادي الاهلي ولو بجزء بسيط في هذا الامر من خلال الجراج اللي حضراتكم شايفينه باتاحه السيوله المروريه حوالين النادي، لان النادي الاهلي او مقر النادي الاهلي في مدينه نصر ده بالنسبه لناس كتيره جدا هو بيعمل عمران كتير حواليه وعمران كبير حواليه، تلاقي عمارات كتيره طلعت ومحلات كتيره طلعت وحاجات كتيره جدا طلعت، وبالتالي اصبحت المنطقه اللي موجود فيها النادي الاهلي هي منطقه حيويه جدا جدا جدا. وبعدما كانت تصدر هذه المنطقه لرجال المرور او لرجال شرطه المرور مشكله، لكن النادي الاهلي حل هذه المشكله بالتعاون مع الدوله المصريه من خلال التراخيص اللي خدها ومن خلال كل الامور اللي خدها ان هو يصل لهذا الشكل اللي حضراتكم شايفينه.